طبعا فرحتنا منقوصة لأنه في كتير شهداء بغزة. فيش أكل، فيش مي، فيش ولا إشي، فيش أواعي، بناموا على الأرض. الوضع جوا السجون كتير كتير صعب. في 10 نساء جداد من غزة اللي تركوا أولادهم بالشوارع، ووضعهم كتير سيء. لما يكون الإشي بدولة ثانية بتطلعوا عليه بشكل ثاني، إنه يي مرأة وبتتعرض لهيك شكل من العنف، إنه بتشوف ردة فعل عالمية مش طبيعية.